عندك اختي شي صندالة الميكا قديمه؟ جيبيها واجي نقولك شنو غنديروا بها. ان شاء الله جايه الخيرات ديال الشتا والبرد، ما نقنطوش من رحمه الله. صنادل ديال الميكا في البرد ما كنبقاوش نستافدوا منهم. غنشد اختي هاد الصندالة الميكا وغنعاود لها الخدمه من بدا وجديد، وغندير بها بانطوفه اللي نسخن بها رجلاتي في الدار. كتشوفي شي طرف ديال الثوب بحال هذا ديال الكانيش ديال شي تريكو اللي ما بقيتيش محتاجاه، وكتقطعي ليه اليد ديالو هي باش كتخدمي. اول حاجه الا عندك شي صنداله قديمه ما بقيتيش غتلوحيها وغتستافدي منها. ثاني حاجه ديك البياسه اللي كنتي غتلوحي غتستافدي منها انك غتغلفي بها ديك الصنداله وغتسخني بها رجلاتك. هكا غتكوني درتي واحد البانطوفه اللي تستافدي منها ماشي في الزنقه وانما في الدار، غتلقاي باش تحركي وتسخني رجلاتك في نفس الوقت. مع اختك صباح حتى حاجه ما غتضيع، خصوصا في هاد الفتره اللي حنا فيها كاينه الازمه وزياده الاسعار، نحاولوا نقتصدوا شويه واي حاجه بانت لينا غتفيدنا علاش لا نستغلوها. وحابه دايلا كان عندكم بحال التوب هو اللي تخدموا به، كيكون سخون بزاف ورطب. وبالنسبه للطريقه باش تلصقوا التوب من التحت، ماشي ضروري مسدس الشمع، ممكن غير اللصاق العادي او الكولا سبيسيال. يلا تبعي الفيديو حتى الاخير، شوفي الطريقه راه سهله وبسيطه. وباك اختي غنكون سخنت رجلاتي ورجلات الشعب المغربي. يلا اختي بارطاجي الفكره مع الناس اللي تعرفي كاملين، وخلي لي الرأي ديالك في التعليق، وما تنسايش دعميني باللايك، ديري متابعة وفعلي زر الجرس باش يوصلوك أفكار أخرين جداد، وتكوني من الأوائل والسباقين للأفكار اللي كنحط. يلا تبقي على خير.